السلام عليكم أخي. عليكم السلام أخي، فيك تحكينا شوي عن الوضع المعيشي والإنساني عندكم مدينة الرسا؟ شو بدي أحكي لك؟ الوضع زفت، لا في مازوت، لا في غوص، لا في خبز. يعني شو بدي أحكي لك؟ الوضع الإنساني في مدينة الرسا زفت، المي تجي ملوثة. طيب بين الله أخي. طيب أخي، عم يصير عليكم قصة أنت مدينة الرسا؟ أوه، هاي مسلسل يومية. تفضل أفرجي. يا ولو من الله، تفرج، ما ظل عنا بيت. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أخي، فيك تحدد لنا جهة القصف عم تقوم قصف المدنيين ومدينة الرسا؟ من قديمة الهندسة. شوفها هلق من شوي استشهد واحد. بين الله أخي. طيب أخي، شو بتوجه كلمة لبشار الأسد؟ والله لا يوفقه، دمرنا، خلينا عيشتنا أصعب منه، الموت أهون منه. بين الله أخي، بين الله. طيب شو بتوجه كلمة للمجتمع الإسلامي اللي عم يتخذ عن تقديم المساعدة للشعب السوري؟ والله كله عم يكذبه، ما يعني بقولنا اليوم وبكره، اليوم وبكره، ونحن عم ناكل قتل من القذايف. بين الله اخي. تعال تفرج. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب فيك تحكينا شو متطلباتكم انتم مدينة الرستان؟ شو بدي اقول لك، يعني ما نعم وصلناش خبز، من قلة الخبز العالم عم يعني عم يصيبها مرض. بين الله. غاز ما في. بين الله. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك.